السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني. اليوم عندي لكم فيديو جديد وهو طريقة تأكير لعبة درك تربسن. صح، لا أعرف اسمها إلا هي قد جربتها، وفي أحد الكومنتات يقول لي إنها لعبة صعبة وصعب جدا أن تجمع فيها الكوينز، وبعد ما جربتها تأكدت هي أصعب من دريم ليج حتى تلعبوا ماتش ولا تعال. فاليوم طريقة، سوف لن أعطيك ملف سوف تتعب أو سوف تقوم بتحميل زخشيف، خلاص بلشتونا، وسوف تقوم بتحميل زخشيف أو أي شيء. سوف أعطيك رابط اللعبة لا يتعدى 10 ميجا بايت، كما تسمعوا يا صديقي لا يتعدى 10 ميجا بايت، وسوف ورابط مباشر من ميديا فاير. انا قمت بتحميله كما تنظرون يا صديقي، ها هو النسخه التي تم تنزيلها، ها هو دكتور دريفن، هاي دريفنج دريكت دريفنج، هذا هو اسم اللعبه كما اظن. فتقومون بالتثبيت، لا عليك الا ان تثبت، لا تحتاج الى زخشيف او اي تطبيق اخر سوى هذا التطبيق. كما تنظرون عندما نضغط على فتح، تنظرون على تضغطون على هذه الواجهه هنا، يا إخواني I don't think you're right.